ابو نادر عد لي كم سن في بتمي عد. لك شو مفكرني حكيم سنين لحتى انا عد سنينك، بعدين شو فطنك بسنينك هلا؟ بالله عليك تعد له كم سن مقلع ها؟ لا اله الا الله. ليش في شيء ما مقلع؟ شو بدي عد لعد؟ بقيان 4 سنين ما مقلعين. ابو نادر انا مقبع سنيني بهالشغلات، باخر عمري بدك تطلع علي هالسمعه؟ لا يا صالح لا يا اخي، انا ما بدي اياك تتبلى العالم. انت اذا سمعت شيء هيك ولا هيك لا سمح الله بتخبرنا، واذا ما سمعت شيء هيك ولا هيك لا سمح الله ما بتخبرنا. صالح اتاكد الطير الطاير ما راح لهنا يا عريف، بقى منين بدك عليك السمعه وقت تشوف؟ لا خيو، واذا طلعت عليك السمعه هيبه هيبه بصير لك هيبه قدام الناس كلها بتهيبك. ابو نادر انت بدك العالم تبطل تدعس دكانتي؟ خد لك قطعه راحه. بدك تموتني لك صالح؟ هسه امبارح حللت الدم طلع معي الكوليسترول كثير عالي. ريسي عندها؟ لا ما جبت اليوم. ايوه بدي اقول لك، صحيح هلا المختار بيسي بيكون طلع على الكروم؟ هاي اكيد بيكون طلع. معناته انا رايح اشوفه. بس وينك؟ هذا الموضوع اللي حكيته بيني وبينك ما بيطلع لبرا، لانه الموضوع حساس كتير. يلا خاطرك. هاي سرك بالجب ابو نادر. ما بدت وصاية. مختار؟ لك ابو جميل؟ اهلا صويلي، كيفك ختيار؟ لك العمى شو عم تسوي عندك؟ ما في شيء، كنت لاطير له هذا الواطي بس اليوم ما بيّم. مين هذا؟ لك عم نخسكر معك يا اخي الشباب. اسمع يا ابو جميل، بظن لك رح يجي لعندك ابو نادر بموضوع ما بيسوى، مشان هيك جيت لعندك لحتى نبهك لحتى تعرف شو بدك تسوي. خير ختيار، شغلت اللي بالي، شو هالشغله ما بتسوى؟ يعني مفكر يشغلك معه في استاد، والله عرض عليها الشغلة وأنا ما قبلت. أنا بده يشغلني معه في استاد هذا الطبل دهيمون فشر. أنا ابن حكومة مؤتمن مثلي مثله وعندي ختم دايري. أنا فرجة. لك يا أبو جميل عوين رايك؟ يا سوال حتى ما دخلك كتر خيرك، وصلت المعلومة. الله معك، روح تيسر على بيتك يا أخي. لك يستر على أختك لو تفضحنا، وصلنا ما يجيب سيرة يا أخي. لك يا أخي قلت لك ما راح أجيب سيرتك بالمرة، وأنا بعرف كيف بوصل له لهذا أبو نادر الواطي. روح تيسر والله معه. السلام عليكم. برعاية الله، الله معك أخوي. بعيونك يا دهيمان ما أندلك. أنا فرجك يا واطي.